شكرا جزيلا. أول حاجة أنا بقول في عيد الفطر المبارك بنهني شعب جنوب السودان وشعب السودان بمناسبة عيد الفطر المبارك. نحن في شبكة نساء جنوب السودان أو الشبكة النسائية لنساء جنوب السودان اللي هو وومن بلوك، بننزعج وبنتأسف للحوادث أو للنزاع الفضى في السودان أو في أخوتنا السودان الشقيقة في يوم 15 أبريل 2023. نحن بشدة شديدة بنأكد في الوومن بلوك أو في الشبكة النسائية لنساء جنوب السودان بأنه بنناشد ونؤكد لرئيسنا رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردد، وبرضو كمان بنناشد وبنأكد لأنه إيجاد والاتحاد الإفريقي في أنهم يواصلوا في أنه كيف هم يقدروا ينادوا الأطراف المتنازعة في السودان بقيادة عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي رئيس المجلس السيادي الانتقالي للسودان، ونائبه محمد حمدان دوغلو، لأنه كيف هم يوقفوا العدائيات فيما بينهم وفي أنه كيف هم يسترحموا على مواطنين السودان اللي هم بيعانوا من النزاع اللي حصل في بيناتهم. نحن في الشبكة النسائية لنساء جنوب السودان بننادي وبنناشد بشدة شديدة كيف الخدمات وكيف الغذاء وكيف الدواء يصل للإنسان المواطن السوداني البريء اللي حصلت له الوبائية أو اللي حصلت له الكارثة دي. نحن بنفتكر في الشبكة النسائية لنساء جنوب السودان المجموعة المستضعفة هي المرأة والطفل. إذا كان هنالك حرب ونزاع متواصل حتكون هنالك معاناة مستمرة ومتواصلة. بنأكد وبننادي وبنناشد رئيسنا سلفا كير مياردد رئيس دولة جنوب السودان الاتحاد الإفريقي إيجاد تجاه الأطراف المتنازعة بقيادة جنرال عبد الفتاح البرهاني رئيس المجلس السيادي الانتقالي ونائبه الجنرال محمد حمدان دوغلو لوقف العدائيات وإيقاف الضرب النار أو الكلاشات الحاصلة فيما بينهم. وبشدة شديدة نحن بننادي ونناشد المجتمع الدولي وبنقول إنه هنالك اتفاقيات عالمية على رأسها اتفاقية جنيف لابد أن تحترم في بروتوكول احترام المدنيين أو حماية حقوق المدنيين وحماية المعتقلين أو السجناء مثل العساكر مثلا المصريين، تسليمهم لأيادي سليمة. برضو كمان بنطلب بأنه يكون في فرصة لعلاج المجروحين وإعطاء فرصة العمليات والمرضى لداخل المستشفيات. بفتكر أنه نحن لابد نتابع اتفاقية جنيف أو اتفاقية الريد كروس الاي سي ار سي الدولية لمنح الخدمات للمناطق اللي هي فيها النزاع حول الخرطوم وما بداخل الخرطوم أو السودان ككل. بنناشد برضو المجتمع الدولي ومنظمات وكالات الأمم المتحدة ومنظماتنا نحن القومية الوطنية الموجودة في جنوب السودان زي ما هي الومن بلوك. نحن جزء من المنظمات الوطنية القومية ومنظمات الوطنية القومية الموجودة في السودان اللي بيشتغلوا كأخوات، ونحن عندنا أخوات كتار في السودان بنشتغل مع بعض.
انهم هم يتدخلوا وانهم هم يدعموا الوضع اللي بتعاني منه المراه والطفل، ونقدر نحن نستقبل العائدين الجنوبيين الجايين للوطن، ونستقبل منه كمان برضو السودانيين اللاجئين القادمين لجنوب السودان وفي مناطق الحدوديه. بنقصد المناطق الحدوديه زي الرنج، زي بانتيو، زي اوين. برضو بننادي الحكومه بتاعتنا في شكل الوزاره الخارجيه والوزاره الشؤون الانسانيه انها ترد للديبارتمنت بتاعت الطوارئ والكوارث. يعني احنا الجزء بتاع اول قسم بتاع الطوارئ والكوارث بنشوف في داخل الشؤون الانسانيه او وزاره الشؤون الانسانيه لازم يستجيب للمساله بتاعت اللاجئين والعائدين الجنوبيين اللي هم قادمين من السودان. ومنتأسف أسف شديد نحن في الشبكة النسوية لمرأة جنوب السودان بقيادة الرئيسة أمير مانيوم دينغ، وبنفتكر إنه الأطراف دي لابد إنها توقف العدائيات. وبنقول في آخر كلمتنا نقيف بالتضامن مع شعب السودان، وبنقيف بالتضامن حتى مع الأطراف المتنازعة عشان من أجل حماية المواطن السوداني. شكرا جزيلا.